بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا وأخواتنا المهتمين بشؤون زراعة الأسطح. أهلا وسهلا بحضراتكم. ربما يعني أنا ما تكلمتش في موضوع زراعة أسطح المنازل قبل كده، ولا كنت أنوي بصراحة إن أنا أتكلم فيه، لكن خليني صريح مع حضراتكم. يعني يمكن النفس دايما أمارة بالسوء، ويمكن النفس ساعات بتقول لك من مشروعات عملاقة يعني بتديرها إلى أسطح منازل لكم كيف تحكمون يعني. ولكن بأمان الله بعد إلحاح بعض الإخوة والإخوة اللي بيرسلونا على القناة وبيتكلموا دائما في قصة الخسائر اللي بيخسروها، وإن الانفورميشن أو المعلومة ما بتوصل لهمش صحيحة، ف ده شجعني بصراحة مش إن أنا أتكلم في أسطح المنازل، لا، شجعني إن أنا أدخل على القنوات دي فعلا، واللي بتاع اللي هو بيتكلم فيه في هتنتج فراولة تقريبا بنص مليار من الأسطح بتاعتك، واللي بيتكلم أنت هتكفي الجيران والمنطقة بتاعتك، إذا كنت ساكن في أكتوبر ولا ساكن في بدر ولا في الشروق، وقصص كده بصراحة يعني ما أنزل الله بها من سلطان. احنا عايزين نكون متفقين من الاول يا جماعه خالص ان اي حاجه لها مبادئ. اللي درسوا الطب خدوا مبادئ في الطب في سنه اولى، اللي درسوا زراعه خدوا مبادئ فاكهه ومبادئ محاصيل ومبادئ كل حاجه خدنا فيها مبادئ. يعني بتوع التجاره خدوا مبادئ المحاسبه وخدوا مبادئ الاقتصاد وخدوا مبادئ بتوع الحقوق برضه خدوا مبادئ القانون في كده يعني، وبعد كده بنتخصص بقى والدنيا بتوسع معانا. بس بدخل درجات السلم كده الله بالسرز كده، ايه ستيب باي ستيب كده، خطوه بخطوه. ف كذلك الزراعه بتاعت المنازل احنا عايزين ناخدها خطوه بخطوه. مش اول ما هبدا ازرع اروح والله اعمل هيدروبونيك او ايربونيك، يعني دي تكنولوجي عالي. عايز الاول اتعلم على لحد السكيلز بتاعتك ما تعلى شويه، بعد كده يا سيدي انطلق، محدش بيقول لك حاجه، انتج زي ما انت عايز تنتج. فدخلت بصراحه ربنا على القنوات دهيا، فلقيت كم من الخزعبلات يعني، وكم من الكذب. والله انا عمري ما قلت لاي حد، سواء بشرح على المستوى الكبير او المستوى الصغير، عمري ما قلت لحد اعمل سبسكرايب ولا لايك ولا شير ولا الكلام ده كليته خالص. فدخلت على القنوات دي بامانه الله يعني، فكانت يعني تجربه فيها اللي فاهم اقول 25% ده فاهم 25% من الزراعه، يعني مش ان هم 25%، اما هو تقريبا يعني اللي فاهم 25% ده تقريبا يعادل 1% يعني، اما الباقي بامانه الله يعني هري في علم المفروض ليه قدسيته. لان انا لما بعمل رساله دكتوراه او ماجستير في اي مجال من المجالات بنقعد نحقق وندقق في اي كارت انا باخده بحطه في الرساله بتاعتي، بقول فلان قال كذا سنة كذا وفلان قال كذا سنة كذا والمرجع بتاعي قد كذا، ولو دخلت على الانترنت بجيب الرابط وبحطه وبقول ان انا دخلت على الانترنت وجبت المعلومة دي. الابحاث اللي احنا بنعملها في الجامعة دي في طلبة الاندر يعني، وحتى طلبة الدراسات العليا برضه نفس القصة، لازم يقول فلان قال كذا سنة كذا وفلان قال كذا سنة كذا وفلان قال كذا سنة كذا، وانا بتفق مع فلان وبختلف معاه، واذا كنت بختلف معاه فالنتائج بتاعتي بتقول كذا 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 كذا، وبيقعد يجيبوا اساتذة كبار من اكبر الجامعات في البلد لا تقل عن رؤساء اقسام طبعا، بيناقشوا وبيقولوا بيقرروا هل النص ده هو فعلا يليق بان هو ينشر على المجلات العالميه ولا ما ينشرش، هل يستحق الطالب يمنح درجه او ما يمنحش وهكذا. طب ليه احنا كمان في علم الدين برضو لازم الحديث يروى على كذا واحد عشان اتحقق منه، وفلان قال كذا وفلان قال كذا، القصص دي كلها يعني احنا عايشين فيها تمام. طب ليه حاجة زي كده يعني في العلم برضو بتاع الزراعة ليه ما يكونش عندنا حاجة بنسموها أمانة علمية؟ بمعنى برضو إن أنا عشان أعمل قناة أو أتكلم في موضوع سواء الزراعة العادية أو الزراعة المائية أو زراعة الأسطح أيا كان اللي أنت عايز تعمله، ليه برضو ما يكونش عندي
المصداقيه. فليه الانسان بيبقى يكذب وكل همك ان شير ولايك ومش عارف ايه كده، شويه قصص بيعملوها كده تلاقيه وجع دماغنا بيها في اول الفيديو وفي النص وفي الاخر شغال عليها يعني. طب ليه؟ من ضمن السفاهات العلميه اقسم بالله، ان انا برضو انا معلش مش هتكلم في حاجه بس بنور الناس يعني عن القصه دي. من ضمن السفاهات العلميه ان واحد ناشر على قناه ازاي تزرع الطماطم بالثلاجه. الموضوع بصراحه شدني، وبما انني متخصص الماجستير بتاعي كان في الطماطم فقلت والله لا ادخل اشوف الراجل ده زرع الطماطم بالثلاجه ليه؟ يعني انا عشان اروح اجيب باكت طماطم يا جماعه، ما الطماطم المتسلقه النهارده والله في شركه تكنوجرين تمام؟ الصنف روزالينا المتسلق ده واخده السعوديه والله ب 115 دولار الباكت، الباكت فيه 1000 بذرين. طب الشركات العملاقه ديت الهولنديه او الانجليزيه او الامريكيه ديت بتشتغل كده وخلاص؟ لا، ده هجن يا جماعه، هجن فردي هايبريد سنجل كروس، هجين فردي واحد لازم يكون هجين فردي. ليه؟ مقاوم للامراض، الانتاجيه بتاعته ما حصلش فيه انعزالات وراثيه فلسه الصنف بالقوه بتاعته وهكذا. ليه؟ هو بيهجن البريدر او المربي في البيوت اللي بتطلع البذور ديت بيهجن، ياخد من زهره مذكره ويحط على زهره مؤنثه ويجيب سلاله يضربها في سلاله، وعالم تاني الوراثه ديت عالم تاني، والهندسه الزراعيه الهندسه الوراثيه دي عالم تاني خالص يعني، لسه يعني قدامنا مراحل على ما نوصل له، ولكن احنا بناخد عصاره علم الناس دي في البذور الهجين. لازم يكون مكتوب عليها اف 1 F1 دي اعرف طماطم فلفل كوسه خيار، اعرف انه هجين فردي يعني حاجه محترمه تمام. ادخل بقى تحت الاصناف في صنف خيار مثلا زي اللي قدامك ده شتوي، معروف ان هو المربي او البريدر رباه في جو ساقع تمام، العقد والازهار بتاعه بيجي في جو ساقع تمام، مش اي خيار اجيب وازرع على السطح بتاعي سواء سواء في الصيف او في الشتاء، في اصناف خريفيه في اصناف صيفي. يعني ايه صيفي؟ يعني تحت درجه الرطوبه العاليه والحراره العاليه بيعقد، وبيكتبوا عليهم جود سيت ان هاي تمبريتشر، درجه بيعقد في درجه حراره عاليه تمام. الحاجات دي موجوده. ازاي انت النهارده سهلت عليا القصه خالص وعشان تعمل لي فيديو وتقوم مقطع لي طماطمايه كده وحاططها في شويه تربه وحاطط عليها تراب تاني وتقول لي الدنيا كويسه عندك والحاله زي الفل وانت ما فيش بعد كده تزرع طماطم؟ تزرع طماطم ايه يا عم انت؟ انت انت ارفع عليك قضيه واحاكمك على طول. ليه؟ لانك انت بتضلل الناس وبتسبب خسائر للناس، خسائر مهوله، خسائر مهوله بتحصل للناس بامانه الله في حاجه زي كده. اذا فالمطلوب يا جماعه يكون عندك مصداقيه، انت عايز تخدم الناس ولا عايز تخرب بيت الناس؟ عايز تخدم بلدك ولا تخرب البلد؟ لازم يكون عندك مصداقيه في اي معلومه انت بتقولها، لان اذا كانت في واحده ست بيت بتسمعك او واحد راجل امي في الزراعه، وطبعا انا امي في الطب غير امي في الزراعه، ده أمي في المحاسبة، كل واحد ليه مجاله يعني، وربنا سبحانه وتعالى جعل كل واحد فينا متفوق في المجال بتاعه. فتيجي انت تهدي لي الدنيا كده وتقول لي دي ما ينفعش يا جماعه، في بذور يبقى لازم بذور. اذا ففي مبادئ لزراعه الاسطح اللي انت عايز تشتغل عليها. اول مبدا منهم التربه بتاعتك، التربه بتاعتك. تاني حاجه لازم تتعلم التربه، التربه ايا كان رمليه ماشي طينيه. انا عندي عشان يكون عندي اسطح زراعة أسطح ناجحة يبقى أنا عندي شوية أساسيات كده لازم أخد بالي منها. الأساسيات دي لازم إيه؟ لازم أوفر للنبات مهد مناسب، زي ما بتحط الطفل بتاعك في مهد مناسب بتجيب له سرير على قده كده وبتدفيه في الشتاء وبتكبسه خفيف في الصيف، ده المهد تمام؟ كذلك النبات عايز مهد تربة يكون مناسب للنمو بتاعه. المهد بتاع التربه ده يتناسب في ايه؟ يتناسب في نوعيه التربه تمام اللي هتيجي، ويتناسب الحجم بتاع الاسس اللي انا هزرع فيها. دي
تكون ما ينفعش اروح اجيب بصص مثلا قد كده وازرع فيها طماطم، جذر الطماطم كبير ما ينفعش، فلازم يبقى فيه ملائمة ما بين الحيز بتاع البذور والأسس اللي أنا هحط فيها أو المهد اللي أنا هحط فيه. التربة نفسها لازم التربة، وطبعا هنشرح بعد كده الطرق بتاعة إعداد التربة للزراعة هتكون إزاي. التربة لازم تكون مناسبة سواء كانت تربة رملية أو تربة طينية، تمام؟ لازم تكون مناسبة لنمو النبات بتاعي، وتكون تربة خالية من الأملاح، ولازم تكون تربة خصبة بحيث إن أنا هضيف فيها ال 16 عنصر اللي بيحتاجهم النبات. بعد كده لازم يكون عندي إضاءة، ما ينفعش مثلا أروح أزرع في مكان مظلم. عملية البناء الضوئي اللي حضراتكم طبعا كلنا درسناها في الإعدادي وفي الثانوي، عملية البناء الضوئي اللي بتحصل لا تتم إلا في وجود الضوء، فهتزرع في مكان منخفض الإضاءة، النبات عندك هيكون رهيف ومش هيكمل دورة حياته، ولو كملها هتلاقي الإنتاج بتاعه ضعيف، تمام؟ بعد كده يا جماعة المية العنصر اللي أنا بروي بيه. طيب في كتير من الإخوة بيروي الزرع بتاعه بمية من بتاعة الحنفية. مية الحنفية هتعمل لك مشاكل كتير. ليه مشاكل كتير؟ لأن في حاجة يمكن الكل ما خدش باله منها لأنه أصلا مش متخصص. خد بالك، أحس عنصرين للنبات هم الكلور وعنصر البورون. فعنصر الكلور موجود عندنا في المية بتاعت الحنفية، لأن مصر في التنقية بتاعت المية بتاعتها بنستخدم فيها الكلور، غاز الكلور، تمام؟ فغاز الكلور ده هو بيعتبر سام للنبات. ليه سام للنبات؟ مش عشان انت رويت مرة ولا مرتين، لا، ده انت بتروي كل يوم، فأصبحت قصة مشكلة جدا 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 في ان هي هتعمل لك مشاكل للنبات وهتزود الملوحة بتاعته والنبات هيبقى غير صحي بالمرة. طيب امال اعمل ايه؟ طب انا ساكن في الدور السابع ولا ساكن في القاهرة كل يوم هروح اجيب؟ لا، مفيش اي مشكل، هات طشت كبير وحط فيه المية بيتها، عرضها للشمس. ليه؟ عشان غاز الكلور يحصل له التبخير وتفضل لك المية دي تاخد وتروي بيها. اوكي، كده اتفهمت ان موضوع غاز الكلور ده مشكلة، مشكلة الكلور بالنسبة للنبات، تمام؟ قلنا طيب بالنسبة بقى يا جماعة للبذور، لابد البذور تكون من مصدر كويس، تمام؟ مصدر البذور بتاعتك يكون كويس، بمعنى برضو ان احنا لو عايزين بذور كويسة، طب انا بتكلم على بذور مثلا 1000، ده عامل مبلغ كبير جدا جدا جدا، يعني يكون 115 دولار دول كتير، يعني تقريبا 2000 جنيه او 2000 وشويه على 1000 بذرايه، يعني البذرايه بكام؟ ب 2 جنيه. طب نعمل ايه في القصه دي؟ يعني لو في تضامن مع بعض كده ممكن نيجي مع بعض ونشتري مثلا باكت. لو اشتريت باكت في 1000 وزعناهم على بعض كل واحد 100، يبقى كل واحد هيدفع له 200 جنيه. بس خد بالك الشجرة هتشيل 20 كيلو طماطم، انا ما ببالغش طبعا، الشجرة احنا بنحسبها في البيت المحمي هنا ان هي هتجيب لي 20 كيلو طماطم على 9 شهور. عند حضرتك هتجيب ولا مش هتجيب؟ هتجيب الـ9 وهتعدي كمان. ليه؟ لانك انت زارعها مرحرحة قوي، شايف الكثافة النباتية العالية اللي هنا دي مشكلة، زي واحد عنده ولد وواحد عنده 5 6، فبيعتني بالولد اكتر من الخمسه، اكتر من اللي بيعتني بال5 6. شايف ان النبات هنا كثيف، فبالتالي مقاومته بتبقى صعبه علينا، التغذيه بتاعته والفيدنج بتبقى صعبه علينا. فمشكله البذور، مشكله البذور عندنا نبقى جروب كده ونروح مثلا على شركه زي تكنوجرين، لو عايزين العنوان بتاعها اديهولكم، او اي شركه تانية بتنزل طماطم غير محدوده النمو، عندهم 916 925، عندهم روزالينا، عندهم 900، عندهم الار 190، اصناف كتير جدا واصناف كويسه جدا، في 411 عندهم نزلوا برضه كتير.
في السعودية هنا في صنف اسمه ريتاج، في صنف اسمه نيوتن، في صنف أصناف كتير يعني، ولكن من شركة محترمة. تمام؟ بتنزل الأصناف ده، هي بنشتري باكت مثلا في 1000 وبنوزعه على بعض، البزراية ب 2 جنيه أو ب 3 جنيه، بس خد بال حضرتك إن هو البزراية بزراية، يعني هتزرعها ما شاء الله هتطلع حاجة. أما واحد جايب لي طماطمة وعمال، أنا عمره ما واحد فيهم على فكرة وراني الإنتاج النهائي بتاعه، بيجيب لي طماطمة كده بشجر طماطم كده مسرولة ورفيعة قد كده وطالعة كده بتجري فوق وخلاص، لا فيها طماطم ولا فيها أي حاجة خالص. جماعة المفروض الطماطم المظبوطة عند الست عقل الأولانيين، عد 1 2 3 4 5 ست عقل الأولانيين، العقلة دي أو السلمية اللي هي ما بين الورقة والورقة دي بنسميها السلمية أو العقلة. تمام؟ ديا على العقلة من الستة للعشرة بتكون مطلعة أول كلاستر. كلاستر يعني اللي هو بيبقى فيه الطماطم، العنقود بتاع الطماطم كله كده اسمه كلاستر، في 5 في 6 في 12 في كده، المفروض بتكون منزلة دي. تمام؟ فمصدر البذور بتاعتنا ويا ريت يكون مكتوب على F1. تمام؟ لو عند حضرتك أي استفسار، الحمد لله أنا أعرف جميع البذور اللي في الدنيا بحالها، ابعت وأقول لك ده صوره وابعته، اقول لك ده مظبوط ولا مش مظبوط. تمام؟ بعد كده بنحدد هل المحصول ده هو شتوي ولا صيفي. جماعه بتوع القاهره وبتوع المدن عموما يعني معرفتهم بالزراعه على قدهم، فما يعرفش، فواحد يلا نزرع، يلا نزرع بلكونه، يلا نزرع سطح، يلا نزرع سيج من الحاجات، فبص لقيه زارع لي وخلاص. طب زارع ايه يا عم؟ زارع البقدونس في شهر ما عرفتش كام، وزارع الطماطم في شهر كام؟ اهدى كده وركز. في محاصيل صيفيه وفي محاصيل شتويه. من المحاصيل مثلا الشتويه الفول البلدي، ما ينفعش الفول البلدي يتزرع في الصيف. ينفع فول البلدي يتزرع في الصيف؟ ما ينفعش طبعا. البقدونس والفجل والكزبره والكلام دي، هي اساسا بقدونس وفجل، بقدونس وكزبره ماشي، وكمون اليانسون، دول بيتزرعوا شتوي، معروف انهم بيتزرعوا في وجه قبلي في اسيوط وفي المنيا، دول في شهر في شتوي، ولكن ما ينفعوش يتزرعوا صيفي. ينفع كزبره وشبت يتزرع صيفي، ما فيش اي مشكله خالص، ولكن يا جماعه ما يكونش بالجودة بتاعت اللي اتزرع شتوي، ما يكونش بالجودة بتاعت اللي هيتزرع في الميعاد بتاعه. طيب الطماطم صيفي ولا شتوي؟ الطماطم صيفي. تمام؟ ولكن بيتطلب ان انا بقى عشان اظبط القصة دي بقوم جاي على السطح بتاعي عامل جزء منه بلاستيك، اغطيه ببلاستيك، لان في واحد راجل محترم جدا بعت لي صور لفراولة، بيقول لي باشمهندس الفراوله دي ما بتكبرش خالص. ما بتكبرش خالص ازاي؟ انت عملت ايه؟ فحكى لي وزرع هيدروبونيك، هو راجل محترم جدا يعني، مدير مالي كبير على المعاش ربنا يديله الصحه، ومكلف بصراحه يعني، هو وراني الصور بتكلفه عاليه، وواحد اقنعه بان الفراوله بتتزرع في شهر واحد، في شهر 11 و12 كده عريانه منها للسما كده. طب بالله عليكم ده كلام، ده كلام طبعا غريب، مين اللي اقنعه بكده؟ واحد جاهل او امي في المجال. تمام؟ فالنصيحه لو هنزرع الحاجات العاديه، فجل وجرجير وبقدونس وكزبره والكلام ده كلته اللي هي متطلبات اليوميه بتاعت البيت اللي ما فيش بيت بيستغنى عنها يوميا دي، ما فيش مشكله ان انا ازرعها اوبن فيلد، ما فيش اي مشكله خالص. ولكن الافضل يا جماعه عشان تبدا مظبوط، انت ممكن تخسر في الاول شويه بس هتبدا مظبوط وهتطلع حاجة محترمة وهتبقى فرحان بالإنتاج بتاعك، غير ما إنك تخسر مثلا 500 ألف 2000 مبلغ زهيد وفي الآخر أصلا أنت ما خدتش منه حاجة. ليه؟ لأنك أصلا من الأساس بدأت الغلط. فنيجي، معروف إن مصر الحرارة فيها عالية، الحرارة فيها عالية وخصوصا في السنوات العشر سنوات الأخيرة المناخ عندنا بيتغير من سنة لسنة. تمام؟ آجي أقسم يكش 3 متر في 3 متر فوق، اعمل ال 3 متر دول في 3 متر او 4 متر في 4 متر بايه؟ 15 متر هم، اروح شارع جسر السويس واجيب شادو نت كده، واعمل حاجه كده زي صوبه كده بالخشب واحط عليها الشادو نت ده. تمام؟ بحيث يكون الشادو نت ده 50% كده، 50%
50% شادو يعني ظل، مظلل بنسبة 50%، الشبك اللي انت حضرتكم بتشوفوه ده في الصوب أو البيوت المحمول. واجي على حتة زيها برضو بشتري بقفلها بلاستيك. يبقى قفلها بلاستيك ديت بزرع فيها في الشتاء، واللي هي التانية ديت بزرع فيها في الصيف. كده انا بحل مشكلة ان انا ازرع في الشتاء ومشكلة ان انا بزرع في الصيف، تمام؟ اجي ازرع بقى الحاجات في البيت اللي انا عملته اللي هو فيه بلاستيك ده، هو ازرع فيه ملوخية شتوي، ايه المشكلة؟ هتبقى احلى مشكلة، احلى ملوخية. المنيا كلها بتزرع الملوخية بتاعتهم في الشتاء في انفاق لو تانلز كده او انفاق منخفضة، بيزرعوا فيها الملوخية بتبقى جميلة جدا. لما ازرع ملوخية يناسبها ايه؟ ما يناسبهاش التربة الرملية ابدا، امال يناسبها ايه؟ يناسبها التربة الطينية. ليه؟ التربة الطينية ليها مذاق خاص كده حتى في الملوخية. هتطلع الملوخية في التربة الرملية ملهاش حاجة، بس الطعم نفسه مش حلو، عن تجارب يعني. في التربة الطينية هتلاقي الأمور طبعا مختلفة جدا جدا معاك. الملوخية اللي بتزرعها في الشتاء اللي في الصيف طبعا في الطعم أفضل من اللي بتتزرع في الشتاء، ولكن نفس الإنسان دايما بتأديه لأن هو يعني نفسه ياكل الحاجة ديت في الوقت ده، فمفيش مشكلة خالص، تمام؟ اجي مثلا في الجزء اللي هو بتاع الصيف ده، معروف طماطم درجة الحرارة عالية هتخلي الزهر يسقط منك، احطها تحت التظليل وابدأ ازرع طماطم ارضية مثلا. في الجزء اللي هو البلاستيك ازرع طماطم متسلقة زي اللي بوريها لحضرتك دي، تمام؟ وهتكون انتاجيتها كويسة جدا جدا جدا. ازرعها مثلا في 1:10، 1:12، 1:1، 1:2، هبدأ اخد منها تقعد بقى لحد شهر 6 وهي تجمع. ده كلام طبعا موجود ومفيش اي مشكلة خالص فيه. فيا ريت يكون عندنا الاسس بتاعت او المبادئ بتاعت الزراعة بتاعت الاسطح، مش يلا بينا نزرع، يلا هات جركن وقطع وحط تربة. الامور ما تتحسبش كده، الامور يا جماعه ما تتحسبش كده. ولازم حتى لو حضرتك او حضرتك بعيده عن المجال، فالمفروض حضراتكم يعني بتعرف الـ الكلام المظبوط او اللي هو مش مظبوط يعني، تمام؟ والمعلومه الصح العقل والمنطق بيتقبلها، والمعلومه الخطأ طبعا لا العقل ولا المنطق. الانتاج ده هو والله العظيم مش كتير عليك انت تزرع الخيار ده هو وتزرعه في اسس عادي، لان اساسا ده في تجارب، والله في تجارب ماجستير يا جماعه في الاسس، ودي موجوده وكتير جدا بتتعمل في الاسس، يعني في الاسس بيعملوا رسائل تجارب بتاعت الاكسبيرمنتس او التجارب بتتعمل في الاسس، فالاسس عادي نزرع فيها مفيش مشكله، ولكن الاساس العلمي السليم بتاعها ان انا احط الاسمده بتاعتي كويس، الجو بتاعي يكون كويس، البيئه اللي انا هزرع فيها تكون كويسه، الميه بتاعتي تكون كويسه، السيد ريسورسز او المصادر بتاعت البذور تكون كويسه، كل الحاجات ده هي طالما هي كويسه معايا الدنيا هتبقى كويسه. اما التهريج في الزراعه وانك انت يعني من بكره بقى هتغني العالم كله بالزراعه، فده يلتزم معانا الهدوء والصبر، واحدة واحدة هتلاقي نفسك بتطلع بتتقدم واحدة واحدة في المجال ده. هو من حقك ان حضرتك تزرع، من حقك يكون عندك اكتفاء ذاتي في المنزل بتاعك، من حقك يكون عندك نباتات طبية وعطرية، يكون عندك كمون وكزبرة وبقدونس وكل الحاجات دي سهلة جدا ان هي تتعمل، ولكن نطلع السلم واحدة واحدة. الحلقة الجاية بإذن الله تعالى هوري حضراتكم ازاي هنعمل التربة، بس للأسف بما إني في المملكة العربية السعودية ما عنديش تربة طينية، فمجازا كده هبدأ أشرحها لحضرتك، هي والتربة الرملية واللي بنضيف عليها عناصر إيه، هوري حضرتك بعض النماذج من البذور اللي ممكن تستخدمها. شكرا لحضراتكم، رجب الشبراوي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مفيش مشكلة خالص، تربة